هل تفكر في فتح متجر في إيتسي ولا تعرف كيف تبدأ؟ هل سبق لك وأن فتحت متجرك في إيتسي وسرعان ما تم إغلاقه ولا تعرف حتى ما السبب؟ في هذا الفيديو سنتعرف على 7 أشياء يجب القيام بها، يجب تجهيزها قبل أن تفتح متجرك في إيتسي لكي لا تتعرض لأي مشكلة فيما بعد. وأيضا سأشارككم تجربتي حول موقع إيتسي وكيف أنني فتحت متجر إيتسي مرتان من قبل وتم إغلاقهما، وفي المرة الثالثة قمت بفتح المتجر بنفس المعلومات وتم قبوله. وأيضا في هذا الفيديو سننسف بعض المعلومات المغلوطة حول موقع إيتسي. الفيديو مليء بالمعلومات المهمة لكل شخص يريد أن يفتح متجر إيتسي بالشكل الصحيح، تابعوا معي. السلام عليكم، معكم ياسمينة من جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي سعادة وفرح وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. هذا الفيديو هو أول فيديو في سلسلة تعلم إنشاء المنتجات الإلكترونية وبيعها في موقع إيتسي، وبإذن الله سنبدأ هذه الدورة وسنبدأها بقوة. وفيديو اليوم هو أول فيديو في السلسلة. الفيديو القادم إن شاء الله سأريكم طريقة إنشاء الحساب خطوة بخطوة بالطريقة الصحيحة، وهذا الحساب هو حسابي الحقيقي الذي أنشأته مؤخرا وتم قبوله. فإذا كنتم أول مرة تشاهدونني وتشاهدون هذه القناة أرحب بكم بكل فرح. أنا ياسمينة، أشارك في قناتي تجاربي في كسب المال من مواقع مختلفة لكي تستفيدوا منها ولكي أشجعكم على البدء في العمل الحر أونلاين. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأجدد الفيديوهات فور نزولها لتكونوا أول المستفيدين. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركته مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. فشعارنا في هذه القناة هو لا لاحتكار المعلومة. إذا لنبدأ مع 7 أشياء يجب القيام بها قبل فتح متجر في إيتسي. أول شيء يجب أن تفكر فيه قبل أن تفتح متجرك في إيتسي وهو المجال الذي ستعمل فيه، يعني اختيار المجال الصحيح بالنسبة لك. ما هو المجال الذي تريد أن تختاره؟ أنا اخترت أن أفتح متجر في إيتسي لأبيع فيه المنتجات الإلكترونية، ولكن ليس كل المنتجات الإلكترونية، فتوجد الكثير من المنتجات الإلكترونية، أكثر من 100 منتج إلكتروني تستطيعون بيعه في موقع إيتسي. لكن أنا اخترت مجال اللوحات الجدارية الإلكترونية، وأيضا في مجال اللوحات الجدارية الإلكترونية توجد مجالات كثيرة أو نيتشات كثيرة كما تعلمنا مع أمازون كي دي بي. فاختيار نيتش صحيح هو سر أو أكثر سر لنجاح في أمازون كي دي بي. نفس الشيء في جميع مواقع الانترنت، أي موقع تعمل فيه يجب أن تعرف ما هو النيتش وكيف تختار النيتش الصحيح للعمل عليه. بالنسبة لي اخترت اللوحات الجدارية الإلكترونية وتخصصت في الكوت وول آرت كبداية طبعا، لأنه ربما فيما بعد تستطيع التنويع، لكن في البداية يجب أن تختار مجال مخصص جدا بحيث يكون هذا المجال عليه الطلب. يعني هذه اللوحات تباع بكثرة في موقع إيتسي، إذا سيكون لدي فرصة لكي أبيع هذه اللوحات. أنا أيضا إذا أحسنت استعمال السيو، وسنتعرف على السيو في نفس الدورة بإذن الله في الفيديوهات القادمة. طبعا كل فيديو سنخصصه لشيء معين، سنخصص فيديو كامل حول السيو وطريقة البحث عن كلمات المفتاحية المربحة في إيتسي. ثاني شيء يجب تفكيره فيه قبل فتح متجر إيتسي وهو اختيار العلامة التجارية، أو بالمعنى الصحيح اختيار اسم لمتجرك والذي سيكون علامتك التجارية في موقع إيتسي. وهذا الاسم يجب اختياره بتأني لأنه سيشمل جميع المنتجات التي ستنشرها في متجرك فيما بعد. مثلا إذا اخترت أن تسمي متجرك ماجيك وول آرت، فهذا يعني أن متجرك سيكون خاص بالوول آرت أو اللوحات الجدارية الرقمية. فإذا نشرت منتجات أخرى غير اللوحات الإلكترونية مثلا ديجيتال بلانر في متجرك، سيصبح متجرك غير احترافي نوعا ما. لذلك يجب اختيار اسم المتجر بحيث يشمل جميع المنتجات التي ستبيعها في متجر إيتسي. مثلا أنا اخترت برينتيبل باي ياسمينة بكل بساطة، وهذا يعني أنني سأنشر فيه منتجات قابلة للطباعة أيا كانت. سأبدأ بنشر الوول آرت اللوحات الجدارية الرقمية، بعد ذلك سأنشر ديجيتال بلانر أو قوالب كانفا أو أي منتج قابل للطباعة. ثالثا وهذه نقطة مهمة جدا ستحدد مصيرك في متجر إيتسي
وعدد المبيعات التي ستحصل عليها، وهي اختيار الفئة المستهدفة. يجب أن تجلس مع نفسك وتأخذ ورقة وقلم وتحدد فئتك المستهدفة. من الأشخاص الذين سيشترون منتجك؟ أين هم؟ ما هي الأشياء التي يحبونها؟ دائما حاول أن تدخل إلى عقول عملائك، إلى عقول الأشخاص الذين يشترون من متجر إيتسي، لكي تعرف ما هي الأشياء التي يبحثون عنها. فإذا استطعت أن تعرف بالضبط ماذا يوجد في عقولهم أثناء التسوق، تستطيع أيضا أن تنشئ كلمات مفتاحية يكتبونها في مربع البحث، وبالتالي ستظهر منتجاتك في الصفحات الأولى. فهذه خطوة مهمة جدا. الخطوة الرابعة وهي تصميم شعار لمتجرك. عندما تفتح متجرك في إيتسي سيطلب منك وضع شعار، فوضع شعار ضروري جدا لكي تميز متجرك. ولتصميم الشعار يكفي الدخول إلى موقع كانفا واختيار المقاسات الشائعة لتصميم الشعار، وهي 500 في 500 بيكسل. بعد ذلك يمكنك الضغط على التمبليت واختيار القالب المناسب أو الأقرب لعلامتك التجارية والتعديل عليه، أو يمكنك إنشاء شعار من الصفر كما تشاء. بعد الانتهاء تستطيع تحميل الشعار بصيغة البينجي أو بصيغة الجيبيك ثم رفعه إلى موقع إيتسي. خامسا وهي من بين الخطوات المهمة جدا في إيتسي والتي صراحة سابقا لم أنتبه لها، وهي إنشاء بريد إلكتروني خاص بمتجرك. بمعنى لا يجب أن تضع بريد إلكتروني باسمك أو باسم عشوائي ثم تسجل فيه في متجر إيتسي، هذا لا يبدو احترافي، وقد يكون بالنسبة لموقع إيتسي غير احترافي فيجعلونهم يرفضون متجرك. عملاؤك سيرغبون بالتواصل معك. ليس شرط أن تنشئ إيميل مهني، ولكن أن تنشئ إيميل احترافي أكثر، بمعنى أن يكون إيميل فيه نفس الاسم الموجود في متجرك موجود في الإيميل الخاص بك، هذا سيزيد من احترافيتك أكثر في متجر إيتسي. الخطوة السادسة والتي لا يمكنك أبدا فتح متجرك في إيتسي بدونها، وهي تحضير أول منتج. يجب أن تجهز أول منتج لرفعه في متجر إيتسي، لأنه عندما تفتح متجر إيتسي من بين الخطوات التي يجب أن تقوم بها أثناء التسجيل وهو رفع أول ليستين أو أول قائمة. بعد ذلك ستكمل عملية التسجيل الخاصة بإضافة وسائل الدفع. فمن الضروري جدا تجهيز أول قائمة لرفعها في متجر إيتسي. إذا كنتم ستشتغلون على منتج الوول آرت أو اللوحات الجدارية الإلكترونية، فضروري جدا أن تشاهدوا هذا الفيديو، شرحت فيه بالتفصيل طريقة تصميم اللوحات الجدارية الرقمية باستعمال موقع كانفا، بداية من التصميم إلى تجهيز المنتجات لرفعها في متجر إيتسي. تركت لكم في صندوق الوصف العرض كامل أو الكورس كامل، يمكنكم تحميله مجانا عبر الرابط الموجود أسفل الفيديو. إذن الخطوات التي يجب أن تقوم بها أثناء تجهيز المنتج، وهي أولا أن تقوم بتصميم المنتج، ثانيا أن تجهز الصور أو الموكابس التي سترفعها، وهذه الصور تصل إلى 10 صور. يمكنك تصميم الصور قليلة 7 أو 8 لا مشكلة، لكن من الأفضل أن تصمم 10 صور مختلفة لنفس المنتج. يمكنك أيضا تجهيز فيديو، والفيديو يساعد على تحقيق مبيعات أكثر، ويساعد أيضا على وصول منتجك لفئة أكثر من الناس في موقع إيتسي، لكن في البداية أو في أول قائمة ليس شرط أن تجهز الفيديو. إذا استطعت أن تجهز فيديو جهزه فهذا أفضل. أيضا يجب أن تجهز عنوان، والعنوان في متجر إيتسي ليس مثل المتاجر الأخرى أو مثل أمازون كيديبي مثلا. العنوان هو عبارة عن كلمات مفتاحية، يجب أن تبحث عن كلمات مفتاحية مربحة والتي لها علاقة بالمنتج الذي تبيعه في متجر إيتسي. ثم أيضا الوصف، يجب أن تجهز وصف وتتأكد من أن الوصف ليس فيه أي أخطاء إملائية، وبأن الوصف جيد جدا وفيه جميع المعلومات التي يبحث عنها المتسوق من متجر إيتسي. الخطوة السابعة التي يجب القيام بها قبل أن تفتح متجرك في إيتسي، وهي تجهيز وسيلة الدفع. سيطلب منك موقع إيتسي في آخر الخطوات للتسجيل أن تضيف حسابك البنكي، أن تضيف معلومات حسابك البنكي. فيجب أن تكون لديك الشهادة التي تكون فيها، أو المهم أن يكون لديك رقم الحساب الخاص بك، وأن تكون البطاقة البنكية
التي ستستعملها بين يديك لتسجيل معلوماتها عندما يطلب منك. إذن هذه هي الخطوات السبعة التي يجب تجهيزها قبل أن تفتح متجرك في إيتسي. سابقا كما أخبرتكم في بداية الفيديو أنني قمت بإنشاء متجري في إيتسي مرتان وتم إغلاقهما، وفي المرة الثالثة تم قبول المتجر. المرة الأولى كان السبب هو كلمة المرور. عندما كنت أسجل الدخول في كل مرة أقوم بتسجيل الدخول في موقع إيتسي وأغير كلمة المرور، خوارزميات إيتسي سجلت هذا التصرف على أنه تصرف غير عادي، وبالتالي تم إغلاق حسابي ولم أستطع استرجاعه أبدا. حاولت وحاولت لكنني لم أستطع استرجاعه، وكان السبب هو كلمة المرور، لا أتذكر كلمة المرور. فمن الضروري جدا عندما تقومون بتسجيل في متجر إيتسي أن تكتبوا كلمة المرور حتى قبل استعمالها وتحافظوا عليها في مكان آمن. في المرة الثانية الذي تم إغلاق حسابي فيه نشرت في علامة تجارية، ذهبت إلى موقع إيتسي وبحثت عن منتجات في نفس العلامة التجارية، وجدت الكثير ممن ينشر في العلامة التجارية نفسها وحساباتهم جيدة ولديهم مبيعات خيالية، مبيعات خرافية، وليست لديهم أي مشكلة. فتشجعت ونشرت أيضا في هذه العلامة التجارية. موقع إيتسي لم يخبرني أي شيء، لم يكن متجر يظهر في محرك البحث. كنت أنشر قوائم كثيرة، نشرت قوائم في العلامة التجارية ومنتجات أخرى، ولكن كنت أبحث عن متجري ولا أجده. إلى أن مر أسبوع، أكثر من أسبوع على ما أعتقد، وتوصلت برسالة من إيتسي مفادها أن حسابي قد تم إغلاقه بشكل نهائي. والشيء الذي استفدته من هذه التجربة الثانية مع متجر إيتسي وهو أنه حتى لو وجدت أشخاص آخرين يستعملون علامة تجارية لا تستعملها، لأنه ربما هؤلاء الأشخاص لديهم تصريح يد ولديهم تصريح خاص، ربما تواصلوا مع العلامة التجارية وأعطوهم تصريح فيستطيعون إنشاء منتجاتهم في متجر إيتسي. لا أعلم بصراحة، إذا كانت لديكم أي إفادة في هذا الموضوع أو أي معلومات حول هذا الموضوع فأتمنى أن تفيدونا، اكتبوا لنا هذه المعلومات في التعليقات لكي نستفيد منها أيضا، لأن بصراحة لا أعلم. وجدت الكثير من الأشخاص يستعملون علامات تجارية كبيرة ولا يتم أبدا حظرهم، وحساباتهم كبيرة وفيها مبيعات خيالية كما قلت لكم. في المرة الثانية رغم ذلك لم أستسلم، بدأت أبحث عن فيديوهات لفتح متجر إيتسي بالشكل الصحيح. وعندما بحثت في اليوتيوب العربي وجدت الكثير من الفيديوهات حول طريقة فتح حساب في متجر إيتسي بشكل صحيح. تواصلت مع بعض الأشخاص الذين لديهم خبرة مسبقة مع متجر إيتسي وأخبرتهم أنني فتحت متجر إيتسي من قبل وتم إغلاقه، هل أستطيع فتح متجر إيتسي مرة أخرى بنفس المعلومات؟ فأخبروني أنه لا يمكنكم فتح متجر إيتسي بنفس المعلومات، سيتم إغلاقه مرة أخرى. فكرت وقلت أي معلومات التي سأستعمل؟ يجب أن أغير كل المعلومات؟ يجب أن أختار شخص آخر وأستعمل حسابه البنكي وأستعمل معلوماته الشخصية؟ يعني هناك بعض المشاكل المعقدة، كيف أثق بشخص آخر وجعل كل تعبي وعملي يذهب إلى حسابه البنكي؟ المهم خطرت على بالي فكرة وهو أنني سأجرب. فأصلا أن حياتي في هذا المجال هو عبارة عن تجربة، دائما أحب أن أجرب ودائما أركز على التجربة أكثر من سؤال الآخرين. طبعا أتعلم من تجارب الآخرين لكن أحاول أن أجرب أنا شيء جديد. الشيء الذي يقوله الأشخاص الآخرون مستحيل أجربه أولا، ما دام المستحيل يقوله فقط الآخرين هو عبارة عن آراء لم أجرب فهو ليس مستحيل بالنسبة لي. فهذه النقطة أتمنى أن تستفيدوا منها. طبعا السؤال هو شيء مهم يجب أن تسألوا، لكن لا تعتمدوا على إجابات الأشخاص الآخرين لكي تحددوا بها مصيركم في هذا المجال أو في أي مجال آخر. دائما جربوا بعد أن تحصلوا على إجابات من الأشخاص الآخرين. المشكلة التي حدثت معي في المرة الثالثة التي فتحت فيها متجري في إيتسي وهي أنه تم غلق الحساب بشكل مؤقت ولم أفعل أي شيء، فقط أنشأت الحساب وتأكدت من أن كل المعلومات صحيحة. عندما أفتح حسابي أجده حساب عادي ليس في أي مشكلة، لكن عندما أدخل إلى متجري أجد رسالة في الأسفل مفادها أن المتجر مغلق بشكل مؤقت. عندما دخلت وقرأت المقالة بالتفصيل وجدت أنه
من الأسباب التي تجعل الحساب مغلق مؤقتاً وهو عدم دفع الرصيد. طبعاً عندما تنشئ أول قائمة سيكون لديك السعر لهذه القائمة يجب دفعه وبعض السعر الآخر. أعتقد كان لدي $1.23 فقط في المتجر لم أدفعها بشكل يدوي، فأعتقد أنه سيتم دفعها بشكل تلقائي أو سيقتطعها لأنني سجلت معلوماتي البنكية. رسلتهم وقلت لهم البارحة فقط أرسلتم لي رسالة فيها congratulations وتهانينا على قبول متجرك، واليوم هكذا بالمعنى الصريح بالبارحة أرسلتم لي رسالة تهنئة واليوم قمتم بإغلاق حسابي ولم أفعل أي مخالفة أو أي شيء، فما السبب؟ المرجو توضيح السبب من فضلكم. هكذا باللغة الإنجليزية قمت بترجمتها. وصلني الرد بعد 3 أيام، تم استرجاع حسابي وقالوا لي شكرا على صبركم، فمتجر إتسي يأخذ الأشياء، يعني هو جاد جدا في التعامل مع البائعون الجدد. ففهمت من هذه الرسالة أن متجر إتسي يقوم بعض الاحتياطات، فيجب أن تعرف فقط سياسة الموقع وكيف يتعامل الموقع وتفتح متجرك في إتسي بشكل متأني. من يخبركم أن فتح إتسي من دولة عربية لن يتم قبولكم، أو فتح متجر إتسي بمعلوماتك الشخصية يتم قبولكم، أو من يخبركم أنه يجب التحايل أو وضع معلومات شخص آخر أو أي شيء من الأشياء التي تعتقدونها أنها مخالفة؟ إذا قمتم بها ستضيعون فقط وقتكم، لأنه إذا حدثت مشكلة بسيطة جدا وكانت المعلومات مزيفة لن تستطيعوا أن تثبتوا أن الحساب حسابكم، وربما ستكون فيه مبيعات كثيرة، ستكون لديكم أموال كثيرة في المتجر ولن تستطيعوا سحبها وسيضيع مجهودكم سودا. لا تصدقوا أي شخص يخبركم بشيء مخالف وتقوموا بفعله، قوموا فقط، كونوا صادقين فقط. حاولت أن أنشئ المتجر بكل المعلومات، نسفت كل المعلومات التي قيلت لي عن متجر إتسي وعن أنه لا يقبل الدول العربية وعن أنه لن يقبلك لأن المعلومات مسجلة سابقا في متجر إتسي. فأنا لدي معلومات واحدة، لدي بطاقة وطنية واحدة، لدي اسم واحد، ماذا لا أستطيع تغييره؟ فقلت في نفسي سأسجل كل هذه المعلومات بشكل صحيح، كل شيء سيكون صحيح 100%. جهزت قائمة وجهزت شعار وكل المعلومات كانت صادقة 100%، والحمد لله تم قبول متجري. إذن لكي تنجح في متجر إتسي يجب أن تعمل بصدق، يجب أن لا تتحايل، لأنه يتم حظر الأشخاص الذين يتحايلون على المتجر والذين يعملون أو يقومون بتكتيكات أو أساليب مخالفة. أي مهما كانت دولتك، سواء كنت من دول عربية أو كنت من دول أجنبية، إتسي سيحظر حسابك إذا قمت بأي مخالفة ولو بسيطة، فاحذر أن تقوم بأي مخالفات، فقط اعمل بشكل صادق وبإذن الله ستعمل بشكل جيد وستحقق مبيعات جيدة. أيضا أثناء التسجيل هناك مشكلة يتعرض لها الكثير من الأشخاص، التحقق بخطوتين لا يجدون رقم دولتهم، وبالتالي يستنتجون أن إتسي لا تدعم الدول العربية، وإنما توجد طريقة رائعة جدا للتحقق بخطوتين سنتعرف عنها بالتفصيل في الفيديو القادم. الفيديو القادم إن شاء الله سيكون طريقة التسجيل خطوة بخطوة. أترككم الآن أن تجهزوا هذه الأشياء وتفكروا في علامتكم التجارية وفي الأشخاص المستهدفين وأن تجهزوا أول قائمة. لا تنسوا أن تشاهدوا الفيديو الموجود في صندوق الوصف وهو طريقة التصميم والربح من تصميم اللوحات الجدارية الرقمية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم الفيديو فور نزوله لتكونوا أول المستفيدين، ولا تنسوا أيضا أن تضعوا اللايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص. كانت معكم ياسمينة، أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله وفي أمان الله.